جانا حط ليا مقصب شيء. انت ساكن في تربه؟ تربه ما شاء الله. ليه يجيكم ان شاء الله؟ زينه مو بزعنه. لا غمزه معك شكرا. اخذت الموضوع جدا. مرحبا بكم، ما تسلمون على بسم الله. بسم الله عادل. عادل اياس قدم عنك عدليات اليوم. بسم الله عليك. ان شاء الله اكثر يجي. لا تموت يا عادل. الرز يا رجل انت ابو منى. عادل عادل تكفى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرقت. طيب 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 ما فينا الاعاده. شرقت بس. انفجر. ضربت ضربت يا طه. طه. ايش رايك اشغلك بعد؟ في مشروب اسود. في مشروب اسود. اعوذ بالله منك ابليس. اعوذ بالله منك ابليس. عادي يرجعك مهون. ترول على خالد. انا اسولف مع لا لين يمت... وانت سالتني ما ردت عليك. اول زلقت حبه رز داخل كذا بدون ما ابلعها، فهمت؟ مستعجله هي. استرسلت. هذا عقب يجي. استرسلت استرسلت 15 ثانيه بس. حطهم حطهم اخباك حطهم اخباك. بسم الله عليك. الله هو مودي البرسيم. لا يا رجل متحلم متحلم, متحلم اقسم لكم بالله متحلم بفهد ولد اختي مرتين اليوم. المره الاولى سولف انا وياه واضحك. المره الثانيه جاني دخل علي فهد مطيري موجود معي وسولف انا وياه وسولف وسولف. قلت فهد شوف هذا فهودي. قال وش انت؟ قال فهودي شلاحي. اي والله شلاحي. لا لا بس قالها من الحق حدا من الورد؟ حدا من الحق انت ورد يا ابو حمود؟ وردي ترى زلسيتها لا تقربها. فهد شوف 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 تفول ذي شوف فهد لبيه شوف شوف تفول ذي رمى على احد الفراد رمى المركب من فوق وطاحت عاليه. يا زين صيع انا اليوم ما جتكم القطوه. اللهم لك الحمد. صيع على احد الفراد. الفراج ايش سوت كذا؟ والله الظاهر ما لا احس اليوم والله يرحمك. ابغاك فهد. انتم كيف تتقبلونها يا اخي؟ انا اشعر احمد اللي دخلت في المكان استلم مكان وسط. كلمت طاهر. والله العظيم طاهر طاهر يا اخي مهما كان يا اخي ما ادري ما اتوالف يا اخي. وسيع له. ها؟ فهد فهد ابغاك شبي فهد فهد احمد طالع فيك. احمد خوي في ظلم خلاص. ابو خليفه ها. لا خلص مره ضبط اللوكيشن بس. لا انت عشان اخويك فضل يقعد يقطف الورد. يقطف يقطعه. ايش تقطع انت؟ شوف مسكينه راسه كذا بشويش على الورد يا باج. عندك اخوان انت؟ ما عندك اخوان. يرمي على ورود الناس. ابيك داخل بعد الغداء. ها طيب خلص الغداء. خلاص اكلت العيال كلهم داخل انت. صدق. اقول اكلت العيال كلهم داخل. سلام سلام ما اقدر امدلك كل اللي صار. اطلع 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 سر ما تسناك. شكرا لك. بارد ما اشرب انا. ليه ما جيت من الكرتون؟ انتم مرود صح ولا لا؟ يا ولد جايب المويه من هناك انت. اشرب دف ذي ما بارد مره ما بارد. خله خله الدفه عزومي يا ابو. خلت روح راح. السلام عليكم. سلام. مساكم الله بالخير. نور وسرور ابو نور. في احد هنا البرايم ولا ابو نبيله؟ انا بس المايك هذا شوف كيف واقف ناقصه بس جنبي يقول سرق حطه علي. وشو؟ هنا معين يد المايك. شوف كيف واقف ما شاء الله تبارك الله. مش راس ازين شيل فهد حتى انت ايش في؟ فهد انت ممكن تروح اسئله ها؟ عشان كذا انا بحماسك لاعب مسرح. بس البدايه لا تتوتر. هذاك في عاد شوف صادق واقف ان شاء الله مرة زين يا ابو ابو نبيله ما حولك وانت كان قدر الله فالامر خيره. انت كان رحت رحت لاهلك وكان جلست جالس عند اخوانك. انت يمكن انت في الارصده فهد انت بالبلدين هذا ما انت في الارصده يمكن اعلى واحد في الارصده من ضمن السته. انا اتوقع انك اعلى واحد برهو. يمكن مثلا رصيدك ماينس 1000 اللي قبلك ماينس 1100 زي كذا. فعشان كذا لو اخطيت سؤال او سؤالين او ثلاثه ممكن تخدمك انت عرفت؟ ممكن غير في جواب الاسئله كلها. انسى انسى الناس اللي ورا الشاشه. ايوه وانسى اخوياك. لا تفكر بس الا في غمض عينك واسمع السؤال فقط. والله لو انك حتى ما افتح عيني غمض. والله العظيم غمض واسمع السؤال وركز. انت تدري يمكنك مثلا ما تجاوب على سؤال واحد صح ولا لا؟
وغيرك ممكن يجيب 1000 نقطة، لكن عنده طالب 3000. صح. إيه ما أقولك زي كذا عشان كذا أركز. لا تتوتر ولا شيء. متأكد. تخبرني. تخبرني فبراير. كأنك متكتب في رأس النماص يا ولد. كذا كأنك تفرج من الباب بتعطيك سؤال كذا حل يا ولد وجاوب. الشخص اللي تأثر منه. خاصة من سابقي لبر تأثر منه تعني. لا ترتبك مرة لا ترتبك. اضحك اذا طلعت على المسرح في الاحجاجك واضحك تجيك الاجوبه يا رجال حدك. الشخص اللي متفاجئ ومبتسم دايم خل عينك فيه حتى لو تخطي زي كذا. يجيك زياد ارتباك ما ارتباك خلك جبل قول ها 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 مو بنت اللي تفجعت وجاوب وناطح. كفو يا ابو محمد. متاكد ان الخيره فيما يخالف. ما اختار الله هذا هو هذه حطها هنا حطها بين عيناك. عيناك الله أكبر. وفي وجنتك أيضا. في جبينك الطاهر. في جبينك. جبينك. في جبينك الطاهر. بس لجيت تحل لا 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 تبرر خوياك حل لنفسك. أبو لايف أبو لايف يوزعها يمين يسار. يلا تفضل. أبو لايف لو كان يوزع ما هم. مباريات ذا مو. والله العظيم إني. أبو لايف. والله إنك تستاهل يا والله أبو لايف. ما عاد ميرجع. لا نزل رابط مباراة الهلال. أنا أصعب أصعب المواقف إيش هذا وين مرت. أنت تقول خليك إيش. متفاعل ذا انت اكثر شيء خاطبتنا احنا يا الجمهور تركت اسئله سولف معنا بغى زياد يقول لك انزل سولف معهم بعدين تعال لا تسولف مع الجمهور لا تسولف معه يا اخي حل اسئلتك والله كنت في طمانينه ما يعلم فيها الا الله سبحانه كنت راضي بجميع الاقدار يا عادل لبيه شوف ودي اوزعها والله انا بس ببدل ملابسي وعندي فيصل الحربي معنا الحين بطلع نقبه شوف الله يسعد قلبك وروح خذ الاربيز حقك ها لا ما بدك الاربيز كانك انت شوف حاتم الطائي جالس بالبرايم صح عطى هذا 500 عطى صدق لو بدي لا ما يطلع رجال من الجمهور ولا من الا بنقاط صدق الا بنقاط كفو لكن قانون فوق الاسئله ابشر بالعوض هاي برايم الجاي ابشر بالعوض اودعكم كل دقيقه الحين انت جاي على مرحله ايش؟ اصعب مرحله تنافس كلنا نجمع نقاط صح شيء لمصلحتي انا لي انا فزعه بفزع بايش؟ ليش؟ بفزع شيء ابغاه، افزع معه في نقاط، كيف تقول نقاط؟ بعطيك نقاط، طيب يا اخي وراك جمهور وراك دعم وراك دنيا بنحب لكم ودي نجي اول مكرر كلنا اللي يرجع من برايم افضل اللي يرجع من التصويت ايه نقاط والله انت تجمع نقاط ايه زي احمد فرج ما شاء الله دخل برايم اضمن الاول لو يدخل برايمين بس اضمن الاول الضامن الله سبحانه ما تدري طيب كيف الا خرب على شوي طلعت فيني صدق صح اي صدق بتدخل وتجاوب وتجمع نقاط وتنزل لا جمع نقاط بدون ابراهيم ان شاء الله اي بس ابراهيم زياده يعني بس لا. ما تدري بعض المرات ممكن تنزل ليه وش قالوا لك انا ايش انا ادخل وليد تغديت لا بس يسكر مخي من ايه والله ما شفتك والله من الشرق الاوسط انا اقول لك كذا في ذمتي ما شفتك ورب الكعبه ما شفتك ورب الكعبه خلاص اسكت خلاص ترسل يروح يسوي نفسه ترسل يلا بس مقلب يلا ما نتكلم ما نتكلم ايه شويه مو كثير انا ما العب وليد تغديت ها دق دق شلال المهم ايوه وين مسوي مسوي دخليتك من هنا فهد ها فهد بطفي ورده والله انه اللي والله انه اللي بطلعها وراك تقطع انت عادي عادي قطع غيرها والله يطلع ما عندك اخوان انت تقطع ورود الناس شوف وليد بدون استهبال عاد والله قطعها والله طيعها عطني بشرطه اشوف شرطن الورده يلا بسم الله واحمد الفراج قطع ذيك فهد شوفها لا لا هذا البزر اللي هذا يمشي كذا تعال ايه عرفت البزر او يا رجل والله والله اني لبسك عاجبني والله هل الواجب وطلعت كل مان اسود في اسود في اسود صح رسمي كاني الجاثوم صح غدت نفس الوقت اذا قام مدرس بحدد لكم اختبار نهايه خلاص ترى طالت النكته والله والله ما ترى عنده والله يكمل الحين جاء مدرس قال بحدد لكم اختبار نهاية الحصة ونسي. يعني خلاص ما راح احدد لكم الحصة الجاية ولا ايوه. يجي ذا يا ساء ما حدد لنا الاختبار يا ساء. هذه النوعية دي حلو والله حلو صادق. قصدك يعني لو نسى يحدد صار ما في اختبار. ايه يعني هو جاب يحدد ونسى انا مشكلتي اختبار ونسى وما ما في اختبار. فين فهد؟ اختبار كذا. تغديت عشيت. مؤثر مرة مؤثر. انا مشكلتي. انا مشكلتي مع ابراهيم معادي اللي ضحكني اجي مع جدي
عشان كذا سالفتكم عجبتني. فهد بلا بمته اقول جيت تعلم اني ما كنت مدرس فهد قاعد اضحك لانك جدي معي ما بحر يقول مدرس يقول لك في واجب وين سبع نتذكره انت يو مره يخف بالله خلاص خلاص ابو لافه انت بعد خلاص يا لا والله حلو يا خلاص قاعد في حلو ثانيه خلاص الله يرحم امك لا تطخك بالعظمه اللي هنا والله يعظم انت الفاخذ دي شفت لا ادخلها مع خشمه ليمه وطلع على يسر ايش فيه ايش واضح الحين طفرنا يا الربع ولا ايش السالفه والله جد ما في العاب في العصر لا في شاهي حتى فرق الدعم طفشه ما عاد حتى فرق الدعم قال لا طفر ابو امنا ذول باقي ما عدت حتى سنين انا احس احسن قرار عند فرق الدعم منع الهدايا اي منع لا لا خسرونا العقوب لا لا ما لا ودي انهم يتراجعون على الشيء هذا صراحه يبغى طرطه يبغى حركه ما ابغى طرطه كواشر والله من زمان ما ارسلوا لي وخالتي ام عبد الله الله يعطيها العافيه من زمان تبون هداياكم وهي تبي هديتك احمد فراش تبي هديتك ابو لافي فهد كنت تجيكم من سور محذوفه ولا شيء في كيس ولا في باغه اي فجاه كذا واحد يشلها يحط اسمه بدالها في باغه في باغه يحط الصوره دي ويرسلها لا لا خلاص خلاص بيض الله وجهه جزاك الله خير حط اسمه ورجعها بيض الله وجهه تدري فهد ليش يبغى يتكلم يعني عشان الكواسر والله افصح الفصحى ما توفيهم والله خالتي محور وخالتي عبد الله خلص خالتي نواف وخالي عبد العزيز انت بخال عبد العزيز قسم ويه؟ بالله انا اضحك واستغرب من اللي غلف حريص ويتكلم عن كواسر يخصم برضه اقسم بالله التغليف هزي من اللي دار عيدة عيدة اول مره اشوف هديه اول مره اشوف التغليف احلى من هديه من الطياره التغليف احلى من هديه حريميز جاي خط 800 كيلو من الطائف جايك هنا جايك خط في الاخير مغلف حريميز جاي خط مع سمسه يا ابوي والله خساره من التغليف ايش في ورد هنا انت ما تشوفين بس كيف الكرتون بالله يوم جاء ايش توقعت في وسط ايش ايش توقعت في وسط الكرتون يوم جاء يا اخي توقعت كل شيء الا ذاك الوجه البراد كل شيء الا ذاك البراد ايه يا شباب اقسم بالله انه اغلى من الطقم الذهب كله يا اخوي هذه عندها عيال انت ما عندك من ابيات الشعر كلهم تروح تصرف عليهم واللي كتب ابيات شعري ما توفي لحريميسة المعلم يا حريميسة المعلم قلبي اللي خاطفه من وسط صدري من يمين ومن يسار حبتك في قلبي اللي كنها الغماز في الليل الاسود مثل قمرة تشع ليلة 15 في خيرات في خيرات ابغى الباحث اباحه ولا اعطيه البحث 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 هذا لغز هذا ما يقصيده الله يذكره اعطيه ما يمس عنك اعطيه موز نادي نادي ما ادري انا يوم ما شفت عارضه اللي هي انيميا صغير ذا انا يا شباب يا شباب اللي يمر من هنا سبحان الله يوم حطيت الورد صار يمرون قبل ما تيجي قبل هذه ارض خامله كانوا يمرون بس ما كنت تلاحظ انك ما تهتم الحين تهتم لا 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 والله ما كان احد يجي هنا ما شوف العشب شوف العشب يا رجال نص مقطعه هذا مدك هذا يغرزون يعني هنا فهد 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 انا اعلمك باللي حصل اليوم ها. اخذ العلم مني انا بس مني جارك اللي يجونا من بعيد ذولي لازم احمد الفراج هذا انت احمد الفراج جارنا انت خاب طالع فوق طال عمرك وقاعد يرمي وطاحت على الورده ذي انت تشوفها شوف جاها شلل شوف وجهها كيف ملتوي منه الثانيه طال عمرك من الثانيات يجي وليده الزهراني طال